قصتنا اليوم عن الموسيقار الكبير فريد الأطرش وحوار له في مجلة آخر ساعة قبل سفره إلى أمريكا للعلاج. رأيت فريد الأطرش وهو في أسوأ حالاته، وجهه نحيل ومجهد، ومع ذلك كان يغني. كان يعمل بروفة على أغنية قبل أن يستعد للسفر إلى أمريكا باحثا عن علاج لقلبه. إن فريد الأطرش لن يستسلم لأي مرض، إنه يغني رغم المرض، لأنه يعتبر الحياة من غير غناء موت آخر. باقات الورد في كل مكان في بيته، فقد كان يجتاز نوبة من نوبات المرض الذي لازمه منذ الصيف الماضي، ومن أجل العلاج ذهب إلى لندن وقعد 3 أشهر، ثم عاد بنصائح كثيرة من الدكتور في لندن، وأهم هذه النصائح أن ينام طويلا ويبذل أقل مجهود في العمل الفني، ويأكل المسلوق بلا ملح وبكميات ضئيلة جدا. قال له الدكتور في لندن إنه يعيش بربع قلب، وإن عليه أن يتصرف في حياته بالربع ما كان يعمل في كل شيء. وفريد الأطرش يحب الحياة، يحب السهر، ويحب الطعام، ويحب الغناء، فكيف يمكن أن يعيش بربع حياة؟ وقال لي الموسيقار الكبير فريد الأطرش: يقولون إني أسهر، وإن السهر غلط، والواقع إنني لا أسهر كما كنت في الماضي، كما إنني أنام 10 ساعات كل يوم وهذا يكفي، وفي الطعام التزمت منتهى الطاعة، لا يخلو الأمر من نقنقة بسيطة، وقد تعبت من هذه النقنقة وعدت إلى الطاعة الكاملة، والآن أتناول جبن بلا ملح وخضار مسلوق ومربى، وحين أحس بتعب من أي صنف من أصناف الطعام التي أتناولها أمتنع عنها على الفور. وإنني أستطيع أن أكون طبيب نفسي، ولهذا لا أحب نصائح الأطباء الكثيرة. وسألت الموسيقار الكبير فريد الأطرش: ولكنك كنت تجري بروفة إحدى الأغنيات لا وعينيك الآن، فهل يتفق هذا المجهود مع حالتك الصحية؟ فقال: أستطيع أن أمسك نفسي عن السهر، وأستطيع أن أحرم نفسي من الطعام، ولكني لا أستطيع أن أعزل نفسي عن فني. إن الحياة من غير غناء موت آخر، ثم إنني أقدس المسؤولية. وحين عدت من باريس فهمت من شركة القاهرة للسينما إنها مستعدة لبدء تصوير فيلم الخروج من الجنة قصة توفيق الحكيم، وإن علي أن أسجل الأغاني قبل بدء التصوير كعادتي، وقد سجلت بالفعل قصيدتين للشاعر بشارة الخوري، والثانية قصيدة الصديق المرحوم كامل الشناوي، وهي لا وعينيك. أنا وكامل الشناوي. وهنا تسمع الحزن في صوت فريد الأطرش وهو يقول: وقد كانت أمنيتي أن يسمع المرحوم كامل الشناوي لحن قصيدته قبل أن يموت، ولكن الموت خطفه مني فجأة، فترك فراغا لا يستطيع إنسان آخر أن يملأه. وسألت الموسيقار الكبير فريد الأطرش: ما حكاية كامل الشناوي معك؟ سمعت أنك بكيت كثير عند وفاته. فقال فريد: كيف لا أبكي صديقا؟ كيف لا أبكي كامل الفنان الشاعر الأديب المرهف الحس؟ إنني أحببت كامل من كل قلبي، رغم أن صداقتنا لم تتعدى 3 أعوام، إنه كان يقول لي: أنا حبيتك على كبر، وعلشان كده الصداقة بينا كبيرة، وقد كنت أذهب إليه في المستشفى كل يوم. وقال فريد وفي صوته حزن واضح: وقد غنيت لكامل الشناوي قصيدة عدت يوم مولدي، عدت أيها الشقي. وكانت هذه القصيدة في درج الفنان محمد عبد الوهاب لمدة طويلة، فلما قرأتها في إحدى الصحف عجبتني، واتصلت بكامل لأسأله إن كانت قد وضع فعلا اللحن لها، فقال لي: لا، اطلبها من عبد الوهاب. ولم أطلبها طبعا، إنما جاء كامل بعد شهر في حفلة عيد ميلاده أقمتها أنا عندي تكريما له، ومعه القصيدة.
وقال كامل الشناوي للموسيقار فريد الأطرش: إذا كنت أحسست معانيها فلحنها أنت. وكان يجي كل يوم يسمع الجديد فيها، وكان يبكي وهو يسمع: أنا عمر بلا شباب وحياة بلا ربيع، أشتري الحب بالعذاب، أشتري فمن يبيع. وقد كانت هذه القصيدة أغنية أساسية في فيلم يوم بلا غد الذي أخذنا اسمه من بيت فيها. وسألت الموسيقار الكبير فريد الأطرش مرة أخرى ألا يتعارض المجهود الذي تبذله مع حالتك الصحية، فقال: سجلت أغنية شعبية لمرسي جميل عزيز مطلعها أنا وإنت، ولا حد تالتنا، أنا وإنت وبس. ورغم أن الدكتور حدد لي أن أسجل أغنيتين فقط كل عام، فإنني لن أستطيع أن أتخلى عن مسؤوليتي، فسجلت 3 أغنيات في 3 أشهر، لأنني لا أحب أن أكون سببا في عمل فني ترتبط به مصالح مئات من الناس، ولا أحب أن أفقد ولو ذرة من سمعتي الفنية. لماذا أنت حزين؟ وقال الموسيقار الكبير فريد الأطرش: إنني حزين لأن الدكتور منعني من الغناء على المسرح، إنه قال لي إنني قد أموت وأنا أغني على المسرح، إنه سمح لي بالغناء السينمائي لأنني أستطيع أن أستريح فيه، إنني أغني على فترات، أما الغناء على المسرح فيتطلب مجهودا متواصلا لمدة ساعة أو نصف ساعة، إنني لا أستطيع أن أظهر أمام جمهوري إلا كما تعود جمهوري أن يراني. إنني سأسافر إلى أمريكا للعلاج، وسوف أجد هناك وسيلة تقنع الأطباء بأن أغني في عيد الربيع القادم حفلة شم النسيم. وقال الموسيقار الكبير فريد الأطرش: نسيت أقول إن ألحاني الجديدة رعيت فيها أن تكون على مستوى قصة يكتبها توفيق الحكيم، ولهذا أعتقد أنها ستكون شيئا جديدا في كل شيء. وسألت الموسيقار الكبير فريد الأطرش: هل معنى أن صحتك لا تساعدك على المجهود الطويل في الغناء معنى هذا أن جمهورك مش هيستمع إلى أغانيك الطويلة؟ فقال: أتمنى أن تتقدم صحتي لأستطيع أن أقدم كل الألوان، أما ألحاني الطويلة الدسمة فأعتقد أن السيدة أم كلثوم هي القادرة على غنائها. وسألت: سمعت أنك تلحن أغنية لنجاة الصغيرة، فقال: الاتفاق على المبدأ موجود ونحن حائرون أمام كلام الأغنية، سنجده أو بمعنى أدق سنختاره معا. إن نجاة الصغيرة صاحبة صوت معبر وأداء حلو. وسألت الموسيقار الكبير فريد الأطرش: ومتى تبدأ تصوير فيلم الخروج من الجنة؟ فقال: المفروض أن يبدأ التصوير يوم 2 آذار، وقد وفيت بالتزاماتي بتسجيل الغناء في الموعد المحدد، وإن تنفذ شركة القاهرة للسينما التزامها ببدء التصوير في الموعد المحدد الذي يبدو مستحيلا، إنني لهذا سأسافر إلى أمريكا للعلاج في الفترة التي تستعد فيها الشركة للعمل، وسيساعدني العلاج على أن أتحمل المجهود المقبل. فقلت له: مجهود مجهود مجهود، لماذا لا تخضع للمرض وتستريح قليلا؟ فقال: لأنني قلت لك من البداية الحياة من غير غناء موت آخر.